ساتيا سان بابا. بابا هو مش بابا انا، هو اسمه كده يعني، معنى الاسم ان هو جنة الحق. بص يا محترم، الراجل ده راجل هندي قدر يقنع اتباعه ان هو بيولد ذهب. بيولد ذهب. وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرت. مش عارف يعني قال لهم ايه عشان يقنعهم بكده. هو طبعا عمل لهم شويه حركات هنوريها لكم دلوقتي، وحركات مفقوسه يعني، لدرجه ان هم كان فاضل لهم كام يوم كده، ما اعرفش هو كام يوم بصراحه يعني، وكانوا هيعبدوه خلاص يعني. بس السر الالهي طلع مات، بالرغم من ان الهند لما حد بيموت الجثث بتاعتهم بيحرقوها. فالراجل ده بالذات دفنوه زي المسلمين، ما تعرفش بقى. بص بقى، لدرجه ان هم بيسجدوا له ويعملوا كل حاجه. هو بيجي في حفلات زي كده ويقدم عليهم هدايا ذهب، بس هو اللي بيطلعها بقى، اللي بيعمل حركه بايده كده، هم هوب مطلع بيضه ذهب، هو بقى ده حته ذهب كده يعني. ازاي بقى؟ بخدعه. الفيديو ده يقنعك، مش يقنعك، يبين لك ازاي انك ممكن تنصب على الناس، ان ممكن اي حد ينصب عليك بسهوله. مش انت عزيزي المشاهد، لا انا بتكلم يعني، هو مفيش حد كبير عن ان حد يندحك عليه يعني، كلنا بشر وممكن ننخدع في حد يعني. بص يا محترم، حاجه زي كده مطلعها زي الحاج عوض ما كان بيطلع بيض. طبعا القناه دي مش بتاعت بيض، معرفش انا هنشر الفيديو ده على القناه الصغيره ولا القناه الكبيره. فيعني بص بقى، ودقق في التفاصيل اللي يضحكون بها على الناس، واضلالهم وجعلهم في تيه وفريسه سهله للشيطان. بص يا باشا، هو طبعا دلوقتي موجود بيحاول ان هو بقى يستحضر روح الذهب، روح السايغ اللي هيطلع منه الذهب. هيقعد ويشرب ميه ويمسح بالمنديل، يشرب ميه ويمسح بالمنديل. يعني مش عارف اعملها لك ازاي، كان نفسي اجيب بيضه واعمل لك الطريقه دي، بس مش عارف ينفع ولا ما ينفعش. خلينا نشوف، خلينا نشوف. يشرب ميه، عارف انه بيسلك المعده يعني، الذهب محشور جوه، الذهب كتير فبيستخرجه. هشوف عمال يدلدق على نفسه ازاي. طبعا هو لازم يكب عشان يعرفهم ان هو لازم يمسح، ما دام في رياله وحاجات كده لازم يمسح، يبقى لازم يكون في منديل. هو دلوقتي بقول لك المنديل فارغ يعني، فين المنديل؟ مفيش مناديل عندي هنا. اللي برا المكتب ده في كده. ما علينا. ابص هيفضل بقى يوهمهم بال، شوف بقى طريقة مسكته للمنديل. أنا بصور، أنا مش كل يوم. هو بيشرب بالشمال، الفيديو مش معكوس، يعني أنا ما عكستش الفيديو ده يعني. بص يا باشا، طبعا هيشرب يوقع فيقوم ماسح، فاللي قاعدين عادي، ما واحد بيريل لازم يمسح. شوف بقى قبضته على المنديل ازاي، يعني يمسك منديل يمسكه كده، ما يمسكوش كده. ركز ركز، هتبان دلوقتي، هتبان الفيلم كله. ما دام شرب لازم شوف صبعه اللي هو ده كده، عم يمسك عامل كده ويمسح. محدش بيمسك المنديل كده يعني، بس برضه هتبان اكتر يعني من زاويه تانية. تقريبا المصور ما كانش واخد باله انه كده يعني. اقعد 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 يا ابني، انت هو الدهب طالع. استنى استنى، المحل قافل، بس المحل قافل. اوعى يا حاج عوض، معرفش ايه موضوع الحاج عوض معايا هنا. بصوا يا جماعه، هو الصراحه الفيديو ده انا معرفش انا هنشره على القناه يعني، بس شفته هنا شفته هناك. فالقناه دي اسمها خمسه من وقتك، او قناه البحبحاني على حسب يعني. بص، هو انا هسيب لك رابط القناه الثانيه تحت في الوصف، ايا كان بقى دي او دي، تقدر تتابعني فيهم. لازم يدلدق، وقع حبه حبه بقى، انزل. بص وقع حبه كده، صدق عندي زيه، انا عندي زيه، بس انا شعر ناعم عنه يعني. مش كرياتيك بتاع بايظ كده. بص لازم يوقع كده عشان يمسح،
يبين لهم ان هو بيمسح يعني. ها اتفضل يا باشا. الراجل ده لو عندي لو عندي ناس تانية واخدين بالكم ناس تانية يعني كانوا عملوا فيه اللي كانوا عملوا له ضريح. ده بيولد ذهب يا عم الحاج كده، بيشرب باليد التانية عشان تعرفوا ان انا معكستش الفيديو يعني. هو مرة بيشرب باليمين، هو طبعا مش مسلم يعني بس مش فارقة معاهم يعني. بس انا اعرفكم، انا في ناس بتقول لك ده بيشرب باليمين والشمال، وساعات ببقى انا عاكس الفيديو وناس بتقول لك ده بياكل بالشمال او بياكل بالكده يعني. يشرب ميه لازم يسلك المعده للمصلحه. ذهب يا عم الحاج خليه يشرب، اشرب يا سيدي اشرب. لازم يوقع الحبه دول عشان يمسح بالمنديل. ها ها اشرب اشرب كمان، هات اخرك هات اخرك، هات اللي عندك كله. ها ايوه شوف قبضه ايده وهو ماسك البتاع، استنى هتبان هو بيعبيها كده يعني. خدع عبيطه يعني، ما اعرفش يعني ازاي ناس كتير في سنين نضحك عليهم بالهبل ده. يا ولا ممثل ممثل، لا شغال. في ناس عندها حب التسلط كده، ان هو يبقى اهي بص يا باشا بتاع ماسكها بايده، ماسكها ما بين صوابعه، استنى هتشوفه دلوقتي هو بيعبيها دلوقتي. انا مش عارف ايه حكايه بس حركه حلوه تصدق بتوهم حد، انتوا توهمتوا يا جدعان. استنى كده حلوه الحته دي. شكرا على الابتسامه، كشفناك كشفتك يا لا 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 ايوه شوف ماسكها بيده ازاي، مفيش حد ماسك، محدش بيعمل منزيل بيده الاثنين كده يعني. مش بص بقى هنا يبلعها ازاي يا باشا، بص بص ركز 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 ركز، واضحه جدا حطها في بق خلاص كده، مسك المنديل طبيعي اهو عادي يعني، ابتسم بقى خلاص هانت. ما يقدرش بقى لا يشرب ميه ولا يفتح، واقعد بقى يا ابني انت خلاص انا بلعتها خلاص بقى كده. بس خلاص خلاص هي جاهزه يا جدعان بسرعه قبل ما تقع مني. طلع يا سيدي. ها ها خلاص هتهب بقى هوب، تقوم طالعه حته الدهب. تعبت الناس يا اخي معاك. يا سلام الناس انبهرت كده، الناس انبهرت واو. اهي يا جدعان النصابه اللي انا نصبت عليكم فيها، بيعبدوه خلاص كده. بس لولا مات بقى حته حركه كده وهم طلع لها سلسله. ها بيعمل الحركات دي كتير يعني، اللي هي تعمل كده. طب الحركات دي بيعملها ازاي بقى، اللي هي كده وطلع السلسله، هتبص للراجل اللي جنبه طيب. في ناس هتسال هو بيستفاد ايه من الحاجه دي. بص يا محترم، شفت المسابقة اللي هو بيقول لك قدم ورق وبتشتري تذكرة كده مثلا بوان دولار، وانت ونصيبك هنختار منهم خمسة هم اللي هيكسبوا، فانت بتقول انا ادفع الواحد دولار وخلاص ممكن اكسب. فهو لما يلم مليون دولار ويطلع منهم ربع مليون دولار هو المستفاد ولا لا؟ انت كمتابع ليه ما خسرتش حاجه، ده انا خسرت حاجه بسيطه. ركز ركز. فهو لما اقول لك اللي قاعدين دول كله كل واحد هيقدم هيقدم هيخش يدفع اسمه وهنطلع الذهبه وهنختار اسم حد ياخدها، فانت بتقول انا هدفع واحد واخش امكانها يمكن يا عم ده اله ده بتاع. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. انا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم.
سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.